هذا ما إذن فالمساجين اللي ظروفهم السجنية خايبة وهذا نقوله كانوا في حالة توتر كبير أدى بسبب سوء تفاهم هذايا سوء أو سوء الفهم إلى محاولات معناها احتجاجية داخل السجون. وتعرف أنه فما لوجيك متاع الشخص اللي خاسر خايبة برشا تري ديسكريتيف ديستركتيف فوالا يعني هو ما عادش عنده ما يخسر. واضح. خلينا نشوفوا سي علي بن سالم رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان ببنزرت شنو رأيه هو اللي زار برج الرومي. سي علي نعم سيك. مرحبا بك سي علي. الله يبارك فيك. سي علي بن سالم عن خلفية الأحداث في سجن برج الرومي شنو تنجم تقولنا سي علي؟ منذ أربع أيام تلقيت نداء من المسؤولين بسجن الناظور حبوا يقولوا لي اللي المساجين يحبوا يسمعوا يقابلوا رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مختار الطريفي. لكن في مختار أشغاله معناه مشاغله كثيرة ما أمكنلوش باش يتنقل على الفور لأنه عنده ما يعمل في وزارة العدل. شو يقولوا السجناء يا سالي؟ تفضل سالي بن سالم شو يقولوا؟ يقولوا اللي العفو أعلن على العفو التشريعي العام ولكن هما ما شعروش بنصيبهم في العفو هذايا. فهمتك. مع الإشارة أنهم ما همش الثورة بتاعهم اللي أدت بشوية شغب في السجون معي. في السجنين سجن الناظور وسجن برج الرومي يقولوا اللي منذ عديد السنوات ما هوش قاعد يطبق قانون السجون ما هوش قاعد يطبق عليهم مثلا فيما يخص الإعفاءات مثلا النظام الداخلي للسجون وقت اللي يعمل نصف العقوبة له الحق هذا قانون الداخلي للسجون له الحق للمطالبة بالعفو تنظر فيه لجنة العفو وتقرر شنو اللي باش تعطيه العفو كامل تفرحه ولا تزيده ولا بتعطيه أجل آخر إلى آخره. هذا منذ سنوات تقريبا حسب قولهم هم منذ 15 سنة أو 16 سنة ما صارش منه حتى عملية حتى صدق. سي علي شنو نوعية السجناء هذوما؟ اللي هم محكوم عليهم مدى الحياة وهناك من محكوم عليه بالأعدام ليومنا الحاضر بعد 12 سنة وهو محكوم عليه بالأعدام ينتظر مدى تنفيذ الأعدام عليه. معناه هذا مقلقهم برشا وقت اللي سمعوا بالعفو لكن ما جاهم حتى شيء معناه ما نقصلهم حتى شيء في حتى المعاملة حسب تصريحاتهم هما حتى المعاملة متاع السجن ما هيش عادية وقت اللي طالب مثلا بالمقابلة متاع العائلة يقعد دريج ويقولوا له هيا يزي فيه البركة. فهمتك سالي فهمتك سالي ان شاء الله نرجعوا معاش وقت تويك فيسع حينئذ هما ما همش طالبين شيء كبير طالبين تطبيق قانون السجون اكهو. واضح سعلي بن سالم رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان ببنزرت. على كل يلزمنا نرجعوا 100% للموضوع هذايا ونحكي فيه في أقرب الأوقات إن شاء الله. أخذوا معنا بلادنا اليوم تعيش فترة انتقالية بعد ثورة الحرية. الفترة الصعبة هذه سجلت غياب المراقبة الإدارية والأمنية لبعض المناطق خلى بعض المواطنين استغلوا الظرف هذا واستحوذوا على أراضي وبناوا عليها من غير صفة قانونية ومن غير رخصة واستغل البعض الأخر الرصيف لتوسيع محلات تجارية وإلا مباني سكنية. مشهد ما يسرش بناءات فوضوية ومخالفات بالجمعة. ما ننساوش اللي بلاغ وزارة الداخلية البارح حذر من مثل هالتصرفات اللي تعرض مرتكبيها للتتبعات العدلية. كاميرا نسمة عامل الدورة في برشا بلايص في تونس وجابت لنا الصور هذه. اتفضل.
الى كل من يهمه الامر. فرجوا اراضي عباد، ناس تحل في كياسات، غصوا في الزيتون، يقسموا في الاراضي. هذا نداء استغاثة وجه مواطن تونسي كما برشا ناس كيفو استفقوا على بناء فوضوي مجاورهم على اثر استحواذ مجموعة من المواطنين على اراضي على ملك الدولة واستغلالها دون ترخيص مسبق. ثورة الكرامة والحرية اللي ناضلوا عليها برشا استغلها بعض المواطنين وقرروا يملكوا أراضي ويباشروا بنائها من غير رخصة أو حق في الملكية مع غياب الرقيب بسبب المرحلة الانتقالية اللي تعيشها بلادنا. هالمشهد هذا ولينا نشوفه فيه بشكل كبير في الأيامات الأخيرة وفي بعض المناطق والأراضي اللي على ملك الدولة والموجودة في عديد المناطق الشعبية، حتى إنه برشا ناس ولو يبنيوا وحدهم، الشيء اللي خلى هالبنايات تكون بشكل فوضوي وغير سليم. في المناطق الراقية استغلوا بعض أصحاب المقاهي وبعد ما غابت عليهم المراقبة الظرفية هذه وقاموا بعمليات توسيع محلاتهم على حساب الرصيف وما احترموش الأمطار القانونية للمرة. في مناطق شعبية أخرى الرصيف تم اقتحامه بشكل واضح والأكشاك انتشرت على طول الرصيف. المنتزهات ما سلمتش من هالممارسات ومكان المناطق الخضراء واللي نشوفه في أكشاك حمراء باليجور، وحتى الصغار ما عادش باش يلقاو مكان يلعبوا فيه. ما ننساوش اللي كل مخالف معرض للعقاب واللي هالمباني غير قانونية، وهذا ما أكدوا بلاغ وزارة الداخلية البارح. يلتحق بنا في البلاتو نتاعنا سي حاتم غديرة ديليغي كوموندون دو بور في تونيسير، شوية خلينا نحكي معاه على الأوضاع في تونيسير. بناء فوضوي، الناس تاخذ أراضي، فما شكون يبني فوق التروتوار، شنو قاعدين نعملوا؟ نبداو بالعباد اللي توسيع محلاتهم ولا ديارهم وكذا، اللي في وقت نورمال ما كانوش ينجموا ياخذوا رخصه بناء من عند البلديه لانه غير مستجيبه كذا. هذوما نوع واحد، هذا نوع واحد، هذا نوع على خاطر فما نوع اللي مستجيب لكل شيء وتم المماطله معاه وما عطاهوش الفلوس نتاعو وجابوه وهزوه برشا وقالوا له اعطي الفلوس وما عطاهوش الفلوس، هذه فرصتي ما ترجعليش. هذا موجود لكن اليوم حتى الناس هذوما راهو اللي ما حقهمش يبنيوا ويوسعوا بطريقه هذيك هما بيدهم خارج القانون. يعني انه فما ممارسه غالطه ما يعطيكش الحق باش انك تمارس بصفه غالطه، هذه القاعده. فما البناء على رصيف، البناء على رصيف راهو وصلت انه يجي يصب داله ويطلع رص، دونك يشري الياجور ويشري السيمان ويشري انفستيسمون يصرف، معناها ماهوش من الناس من المواطنين ضعاف الحال اللي يلوجوا كيفاش، لا لا هذم عندهم فلوس امكانياتهم باهيه ويحبوا يستغلوا الوضع. انتهازيين. مادام شرى الياجور والسيمان والحديد والجرافيت وجاب كان محضر وعنده سنين وجاب الرخصه، هي ما بون منين باش يجيبوا؟ معناها انا انا كموظف ما عنديش ليبارن هذه في في الكونت بتاعي، دونك اذا هو خرج تور معناها عنده فلوس. فما الصنف الثالث هما اللي استحوذوا على الملك العام. معناها تجي اراضي نتاع البلديه ولا يعني في اللوجيك، في اللوجيك شنو هو الفرق ما بينه وما بين صخر الماطري وما بين طرابلسي وما بين هي نفس اللوجيك نتاع الغوره. ما علاش عملنا الثوره هذه اذا باش نكملوا الغور على بعضنا بالضبط؟ معناها هذا اللي لازم نفهموه، ولهذا ان نعتبر انه تطبيق القانون هو شان مش يهم البلدية، لأنه تنزم تنافي الضوء وتنزم كذا ويعملوا الحسابات، وكي تقرب الانتخابات ما نمسوهمش، وكي يقرب درسنوا ما نمسوهم. لا لا هذا شأن نتاع مواطنة، لا احنا شأن نتاع مواطنة صفيان، وعن قريب زادة ترجع الأمور النسابها والناس هذي باش ترسلها قدام العدالة. واضح معناه يلزم يطبق القانون ويلزم احنا ما نعتبروش أنه الوضع هو النتاة دفات ونقبلوه كأنه يولي وضع عادي. التحق بنا في البلاتو سي حاتم غديره ديليغي كوموندون دو بور في تونيسير، اللي باش نحكيو معاه على البلاغ اللي اصدروه لي بيلوت بعد الاحداث الاخيره اللي جدت بشركه الخطوط الجويه التونسيه واللي انجرى عنها تعطيل للحركه الجويه، تاخير لبعض الرحلات والغاء البعض الاخر وتشويه لسمعه الشركه عند حرفائها خاصه والراي العام عامه. لي بيلوت هذوما في بلاغهم يعبروا على رفضهم القاطع للقرارات الصادره عن الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كانت حسب رايهم وراء الاضطرابات العشوائيه اللي جدت مؤخرا
ويحملوا المكتب التنفيذي للوجيتاتي والإدارة العامة لتونيسير مسؤولية كل الخسائر المادية والمعنوية اللي تتكبدها الشركة جراء الإضرابات هذه، كما يحملوا الطرفين المسؤولية عن جميع عواقب الانفلات والتهميش الإداري اللي أصبح يسود جميع أسلاك الشركة. من ناحية أخرى البيلوت يطالبوا مسؤولي الاتحاد العام التونسي للشغل بالكف الفوري عن التأثير على موظفي الشركة والتلاعب بمطالبهم قصد توظيفها لغايات شخصية، خاصة في الظروف الدقيقة اللي تسود البلاد. ويدعو البيلوت جميع موظفي تونيسير وخاصة الطيارين إلى توخي الحذر واليقظة ضد كل الممارسات الرامية لبث البلبلة وإرساء مناخ تنعدم فيه الثقة بين كل الأطراف المكونة للشركة. صحات عندكم مشاكل مع اليوجي تي تي؟ عندنا مشاكل على في الوضع الراهن تو، وعمرنا لا عشناه، وعندنا شهر تو من بدايتها الثوره المباركه واللي فرحنا بها، ولكن كنا تصورنا الثوره هذه باش تقدم بينا القدام، احنا كشركه وطنيه الغزاله نغيروا عليها. يا اخي كل يوم وشيء يزيد يدهور والوضع قاعد يوخر. أنا ثم انفلات إداري مشي في السياج متاعنا في خدمتنا يوميا، معناها اعتصامات وتكتلات ومطالب ما عادش تفهمها منين جاية وشنية المرجعية متاعها. الجريفات يجيو ألان بروفيست شوية، كان على بالك ماشي تخدم، أنا كنت نهار السبت نخدم، يجي يقول لك أوا أون جريف سي ديكلونشي. أخر شيء اليوم الصباح فهمنا ثم بريافي جريف واحد أخرى اليوم 24. تلمينا بصفة تلقائية يوم ميسيش لا مش احنا ساعات نقولوا نقولوا لي بيلوت ديما على اهبه مع حاضرين شكرا. قعدنا بصفة تلقائية دي بيلوت نهار الاحد في الودادية متاعنا وبدينا نحكيو في هالمواضيع هذه، وحسينا معناها الناس كل ابار السيت اللي عندنا معناها بيرسونيل متاعنا في الاميكال اللي العباد الكل احنا لو دووا دو ريزيرف ولينا تو يزيدنا. صحيح مش صاير في تونيسير. شنو مشاكلكم؟ شنو المشكل؟ عندكم مشكل مع اليو جي تي تي؟ انتم البلاغ نتاعكم واضح، تقولوا اليو جي تي تي واداره، شنو مشكلتكم؟ احنا مشكلنا اليو جي تي تي ماذا بها ماذا بينا تولي البلاغات نتاع هالجريفات هذه. تعرف احنا بالنسبه لنا جريف توقف طياره سي الاكستريم، سي معناها حقيقه الحاجه اللي واحد ما يوصل لها كان في الحالات القصوى. قد انا كنت قبل معناها ناشط نقابي، تقول لي نعمل تاخير بساعه، نعمل اشاره حمراء، ما نعمل سيرفيس، اما توقف طيارات مده 3 ايام ومسافرين وحرفاء معناها ما يسافروش ومش فاهمين علاش معناها بالطريقه هذه، احنا بيدنا شيء هذا نستنكوه، وماذا بينا ما عادش نرجعوا له. كان ثم مشاكل نتاع عمال في بعض كل سلك، ثم طرق حضريه نسميوها احنا، طرق حضريه نتاع نقاش، نتاع يحطوا الدوسيات مع الطاوله، ثم دي بريافي مش اليوم غدوه، ما ثماش هالزربه هذه العاجله باش اليوم توا، باش نرجع لكلام سفيان بكي، باش نوليو شي كالكوبار نحسوها امور انتهازيه. يا سي حاتم باش نزيدوا نفهموا، خاطر راهو الناس في الديار وما نقولكش التليفونات اللي جاتنا على الامور في تونيسير، فما شكون يسمع اليوم في تونيسير؟ عندكم طرف مع الاداره قاعدين تتفاهموا وصلتوا لحل؟ تطورتش الامور؟ احنا كطيارين معناها كطيارين وعندنا النقابه نتاعنا بارك الله فيها عندها تنظر في بعض المشاكل مع الاداره ويقعدوا يجلسوا، وما عندناش توا مشكل حاطينه كاولويه، عندنا مشاكل داير عملنا دروا دو ريزيرف كما نقولوا نخليوا الامور تقدم. اما اللي قلنا معناها ما حناش باش نوافقوا عليه كطيارين، وهو انه الاداره ما تتحملش مسؤوليتها كامله ومعها السلطات اللي يلزم تتفاهم على الاتحاد يلقاو حلول، اما ما يوقفوش الرحلات اللي هي ترتب عليها نمو اقتصادي، سواح جايين عمرها باش تدخل، واحنا ما حناش عارفين اليوم. اسمعت